فعلا اليوم نشارك الطبقة العاملة في عيدها الأممي. هذا العيد الأممي اللي يعني نعتز به ونعتز بنضالات جميع القوى الحقوقية التي ناضلت منذ القدم على هذه الحرية وعلى إثبات الذات من أجل أن تكتسب كرامتها في المجتمع. اليوم الطبقة العاملة تشيع وضعية مزرية في عدة ميادين، منها الزيادة في الأسعار، منها يعني عدم يعني استماع الحكومة إلى عدة حوارات التي كانت مع مختلف النقابات، ولهذا فنرى اليوم على أنه الطبقة العاملة يجب أن تخوض معركة أخرى من النضال من أجل أن تكتسب حقها في البقاء وأن تكون لها دور فعال في المجتمع. اليوم كذلك الحكومة نراها بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش التي تعيشه الطبقة العاملة وكذلك جميع مختلف شرائح المجتمع المغربي، ولهذا فنحن كبرلمانيون لا يسعنا إلا أن نستنكر هذا الوضع الذي يسيء إلى وضعية بلادنا، كون على أن الدولة المغربية كانت على ممر من التاريخ دائما تستمع إلى هذه الشريحة من المجتمع، وعلى أن يكون حوارين في السنة، يكون الحوار الأول هو يعني في ما تم قبل أكتوبر لإعداد الميزانية، والحوار الثاني يكون قبل فاتح ماي لتشجيع الهيئات النقابية بالزيادة، إما في زيادة في الأجور وإما من تحسين وضعية العامل المغربي، وهذا يعتبر من اللبنات الأساسية من أجل الاعتناء بهذه الشريحة من المجتمع. اليوم نرى هذا الغياب المهول الذي جعل من الطبقة العاملة يعني طبقة يعني غير مسموعة، طبقة يتنكر الكل لنضالها التاريخي، ولهذا فمن هذا المنبر لا يسعنا إلا أن ننبه الحكومة من أجل أن تعمل جاهدا على تحسين هذه الوضعية وعلى أن تنخرط في كل الحوارات الاجتماعية بجدية. الحوار يكون بالجدية ولا يكون من أجل الحوار من أجل الحوار، وشكرا.